مشروع من تأمل في قضيته يدرك أن هذه الرسالة إنما ولدت لتبقى، وهكذا حين ذكرها الله عز وجل في كتابه جعلها سمتا للمؤمنين مع طول بقائهم على ظهر هذه الأرض، إذ قال عز وجل: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فالأمر الذي يرتبط بالتقوى إذن هو أمر أريد له البقاء. فهذه رسالة التعظيم، وهي أن يكون العمل مستمرا للوصول إلى أن يكون مجتمع مكة شرفها الله هو المجتمع الأرقى في نمط عيشه، من حيث سلوك الإنسان، ومن حيث أخلاقه على البعد الذاتي، ومن حيث تعامله واتصاله وتواصله مع من حوله. أن يكون هذا المجتمع في هذه الأبعاد يمثل النمط الأرقى، وذلك لأنه ارتبط بهذا المكان رفيع القدر وعلي الشأن عند الله سبحانه وتعالى، المكان الذي اختاره الله عز وجل ليكون مهبطاً لكتابه، وليكون مبعثاً للرسالة الخاتمة، والذي اختاره الله عز وجل ليكون مناسك لكل عباده، وليكون مكاناً أيضاً في ملتقى الأنبياء على هذه العبادة العظيمة، القبلة وأداء المناسك. مارس المشروع تجربة مميزة في الشراكات بين جهات القطاع الثالث والمؤسسات الحكومية، تدرجت في قبول الشراكة إلى حصول الثقة في الجهة الخيرية في قدرتها مجاراة العمل المؤسسي الحكومي، وحقق بالشراكة الترقي في حمل قضية التعظيم والإسهام في تكوين المعرفة المتعلقة بتعظيم البلد الحرام وتبني نشر قيمه ورسائله داخل المؤسسة جامعة أم القرى نموذجا. استراتيجية الشراكات نعتبرها الاستراتيجية الأم في التنفيذ، ولذلك منذ أن انطلق المشروع لم ينفذ أي مبادرة ولا أي نشاط إلا بالشراكة، سواء كان مع مؤسسة أهلية أو مع مؤسسة حكومية أو مع مؤسسة خيرية. فمنذ أن انطلق المشروع لم ينفذ ولا نشاطا واحدا لوحده، وإنما يفعل ذلك من خلال الشراكات. ثم أيضا تأطير كل تلك الأعمال بالبعد المعرفي، ولذلك كل عمل يقوم به المشروع فإنه يصاحبه ذاك المنتج. أيضا نراعي في كل منتج ومبادرة وعمل تتجه إلى فئة نراعي فيها ما أسميناه المربع الذهبي. ماذا نقصد بالمربع الذهبي؟ وهو أن الذي يقدم للإنسان هي معرفة ووعاء يحمل تلك المعرفة، فإن كانت المعرفة نافعة والوعاء ليس لذيذ فلن يقبله الناس، ولو كانت المعرفة غير نافعة وقدمت في وعاء لذيذ للأسف سيقبله الناس. والمربع الذهبي هو أن تقدم المعرفة النافعة في الوعاء اللذيذ، لذلك يحرص المشروع على أن يكون في هذا المربع، فهو يقدم المعرفة النافعة في الوعاء اللذيذ.